سلام الله عليكم يا سادة يا حضار. حكايتنا اليوم فيها الفايدة للصغار والكبار. إيوا كي تيقولوا الناس ديال بكري، اللي تجلس معاه في المايدة وما تدي منه فايدة رفقته غزايدة. سمعني يا السامع والغال كلامي، حكايتي فيها حكمة لكل آدمي. حكايتنا جاية من بلاد بعيدة وبادية بكان يا مكان، حكاية كترويها العجيز للصبيان، وقبل ما تنام كيحكيها راوي عمام من الزمان، وبادي الكلام كان يا مكان. كان يا مكان واحد السيده توفى لها الراجل ديالها، وهاد السيده كان سميتها لالا الضاويه، ومني مات الراجل خلى لها واحد الوليد. ايوا الضاويه ملي مات لها راجلها ما بقى عندها لا حنين لا رحيم، ناضت جمعت راسها وكتخدم على ولدها باش تكبره، مره تغزل الصوف، مره تخدم عند الناس، مره تحطب، وهكاك مشات كل مره وشنو دير وكيف تيقولوا كدور مع الوقت. منين ما دارت الدور ليها، مشات ليام وجات ليام، ولدها السي المعطي بدا كيكبر شي شويه، ولكن حتى هو الصقع سعدو ما كانش حسن من ديال امه، حتى هو مره يخدم مره ما يخدم، ها هو يفلح شويه ها هو يخمس عند الناس، وكل مره واشنو يدير باش يجيب هذيك القيمه تاع الخبز ما ياكل هو امه. مشات ليام وجات ليام، السي المعطي بدا كيكبر وشتد عودو ولا راجل بقدو بقامته. ايوا لالا الضاويه مسكينه شافت راسها بدات كتعيا، والزمان بدا كيدي منها حقه، وهي تفكر مع راسها قالت اودي هذا خير العمر، غدا ولا بعد غدا نمشي خصني نقلب على شي بنت الناس اللي تعيش مع ولدي وتكون معاه ويكون ليها ويتعاونوا مع بعضياتهم على الزمان. ايوا عيطت للسي المعطي وقالت ليها جا وليدي راه بغيت نهضر معاك. جلس قدامها وقال لها المهم انت شنو بغيتي؟ قالت لها ولدي انا ما بقى قد ما فات، وانا خديت حقي من الدنيا، غدا ولا بعد غدا يدي من الامانه امانته، وما بغيتكش تبقى وحداني، داكشي علاش يا وليدي غنقول لك سير قلب لك على شي بنت الناس اللي تكون معاك تصبر معاها وتصبر معاك وتتعاونوا بجوجكم على الزمان. قال لها الوالدة الله يهديك واش حنا مضاربين عما ناكلوا حنا مع بعضياتنا نمشي انا نتزوج؟ قالت لها وليدي ما تخممش لهادشي، انا مني ما تباك كنمشي نخدم، ناكل شويه ونخزن شويه، ناكل شويه ونخزن شويه، وجمعت واحد الرزيق لدوير الزمان، وهذه يا وليدي هي المناسبه اللي نجبد هذوك الفلوس باش نعطيهم لك تمشي تقلب لك على بنت الناس. ايوا السي المعطي لقاك لامو كله معقول، قال لها واخا امي ما كاين حتى شي مشكل. ايوا قالت لي هاك هاد الامانه هادي، سير بني لك واحد الدويره غير هنا قريبه وسير قلب لك على بنت الناس اللي تكون لك وتكون ليها. المعطي داكشي اللي دار، بنى واحد الدويره صغيره وحده، والمره اللي تزوج بها سميتها لالا خديجه، ولكن ملي تزوج ما خلاش امو في الدار ديالها، قال لها غادي تجي تعيشي معايا انا ومراتي. ايوا امو شافت عيط قالت له ما كاين باس اولدي علاش لا الله يا ودي. ايوا العام الاول داز خير وسلام كي تيقولوا سمن عسل. من بعد واحد العام لالا خديجه تزاد عندها واحد الوليد وسماته سعيد، ولكن الشيطان ود الحرام فين ما كيشوف شي بلاصه اللي هانيه وما فيها مشاكل وما فيها صداع هذيك هي بلاصتو علاش كيقلب، كيدخل ما بين الجلده والعظم باش يفرق الناس. يا من بعد واحد المده لالا خديجه بدات كتضيق بمط راجلها، وانتم كتعرفوا العجوزه والعروسه ما تجمعهم ميده ولا العزوف لالا زبيده، واخا هادي ماشي قاعده، وفين ما يدخل المعطي من الخدمه كتجلس ليه حدا راسو وتبدا تزنزن عليه، امك دايره امك فاعله امك تاركه امك هادي امك هادي. المعطي كيقول ليها ودي امي راه مرا كبيره ما تديش عليها غير صبري معاها وكان. ايوا كل مره نفس الشيء، فين ما يجي من الخدمه تبدا تزنزن ليه على راسو. واحد النهار لالا خديجه غير جا المعطي من الخدمه وقالت لي شوف انا غنكون معاك صريحه، امك راه ما بقيتش قاده نتحملها، انا نشقى وندير كلشي هي ديما مجبده وناعسه، علاش ما تديهاش للدار القديمه ديالها وتصلحها ليها وتخليها تجلس تما كاينه مهنيه بعيده على الصداع، وحتى ولدي سعيد ما يصدعش بالصداع ديالو. السي المعطي لقى في كلام مرتو شي حاجه من المعقول وقال علاش لا، ندي امي تما كاينه ونخليها مهنيه من الصداع ومن المشاكل، ونبقى انا مره مره نطلع عليها وراه ما بعيداش عليا راه غير حدايا. هو يجي عند امه قال لها امي راه بغيت نهضر معاك ونقول لك شي حاجه. يلا بغى يبدا يهضر معاها وبدا يدخل ويخرج في الهضره. الام وقلب الام بلا ما تحتاج تهضر، الام كتفهم ولادها غير من عينيهم، عرفات شنو باغي يقول. قالت لي وليدي ما عندي حتى شي مشكل، ديني لداري خليني جالسه تما وعيش انت ومرتك في امن وسلام وبعيد على المشاكل، انا وليدي هذه اخر دنيتي، ما باغا صداع ما باغا مشاكل، غير ديني لداري وما كاين حتى مشكل. ايوا المعطي منين هضرات مع امه هذه الهضره هذه جاتو بحال السمن على العسل على قلبه، داها لدارها ولكن بقى فيه الحال واخا هكاك، وكان فين ما كيطيب شي ماكله فيها اللحم ولا الدجاج كياخذ طرف المخير وكيديروا لها في واحد الطبيصيل مع خضيره، وكيقول لمرتو هاك يدي هذا للوالده. الغداء والعشاء والفطور كان دائما هذا حاله، وامه مسكينه فين ما كانوا كيطيبوا ولا شي حاجه كانت كتوصلها الريحه ديال اللحم ولا ديال الدجاج من بعيد، وكتقول مسكينه اليوم يجيبوا لي حقي من الدجاج ومن اللحم، ولكن
اللي ما كانش عارفه المعطي هو ان هذيك الساعه اللي كتهز فيها الماكله باش ديها لمو كانت كتهز هذيك اللحيمه تاكلها ولا داك الدجاج تاكله وكتدي لمو غير الفتات ديال الخضره ولا شي حاجه. والام مسكينه ملي كان كيجي هذاك التبصيل وكتكون مشى هي اللحم ولا داك الدجاج ولا داك الشيء اللي شمات وكتلقى فيه غير الخضره، وكيف ما ديما الام دائما كتحاول تلتمس الاعذار لولادها كتقول راه ربما داك اللحم اللي داروا يلاه كفاهم غير هما مع بعضياتهم ماشي مشكل غدا يجيبوا ليا. وبقى هذا حالها اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. واحد النهار المعطي توحش امه وقال لمرتو واش حالها ديما شت الوالده، انا غادي نمشي نطلع عليها. واخا هي كانت غير حداه، مشى المعطي يسول على امه، كيدقدق ما حل ليه حتى شي حد، يعاود يدق ما حل ليه حتى شي حد، حل هذاك الباب ودخل. مي 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 حتى واحد ما كيجاوب. المعطي دخل الشك قال اش هادشي، كيدخل يقلب على امه في البيت ديال النعاس ديالها كيلقاها مسكينه مجبده، الدم والامانه امانته. المعطي حس بالذنب وعرف بانه كان مقصر في حق امه، بكى عليها بزاف وبقى في الحال، ورجع لدارو وعاود لمرتو الخبر وقال لها امي راه الله يرحمها. المعطي دار العزول امه وحضروا فيه الناس ودعاو معاها بالرحمه، ولكن المعطي بقات حارقه في قلبو هذه القضيه حيت ما تهلاش امه كيف ما خصو يتهلا فيها. وما هي الا شهور ملك الموت غادي يزور المعطي مره اخرى، ولكن هذه المره المهمه اللي جا ليها ملك الموت كانت هي المعطي، ومات المعطي ودمعه الكيه ديال امه. وبقات خديجه غير هي وولدها، وإلا رديتوا البال بحال الا الزمان كيتعاود، كيف ما كانت الضاويه بقات بوحدها هي ولدها المعطي، ها هي خديجه حتى هي بقات هي ولدها. وكيف تيقول المثال الدنيا دواره والزمان كيدور، باش قتلتي باش تموت. مشات الايام وجات الايام، ولد خديجه حتى هو بدا يكبر وبدا كيشتد عوده، وحتى هو بدا كيفكر باش يتزوج. وهادشي اللي كان، مشى جاب بنت الناس تزوج بها ومشى سكن هو وياها في واحد الدار، ولكن ما داش معاه امه، خلاها في الدار ديالها، لانه كان كيحسب ليه هذه من التقاليد ومن العادات ديالهم، لانه شاف باه كيفاش تصرف مع امه. ملي وصل واحد السن الدمو تعيش بوحده وبقى غير هو ومرته وولده. فولد خديجه حتى هو دار نفس الشيء، مشى تزوج بمرته وخلى امه في الدار بوحدها، وحتى هو كان كيدير نفس العاده اللي كان كيدير باه. فين ما كتوجد الماكله طرف المخير ديال اللحم ولا ديال الدجاج كيديروا ليها في طبيسيل وكيعطيه لمرته وكيقول لها دي هذا لامي. ولكن الفرق هو ان مرت ولد خديجه ما كانتش كتاكل هي اللحم، كانت كتوقع عليها واحد الحاجه غريبه. فين ما كانت كتوجد هذاك الطبيسيل كدير فيه اللحمه ولا كدير فيه الدجاج وكتكون غدا به لعند لاله خديجه، كيجي واحد الطير كيهز هذيك اللحمه ولا يهز هذاك الدجاج وكيهرب. وديما هذه هي حالته، تدي ليها غدا يطرى ليها نفس الشيء، دي ليها العشاء يطرى ليها نفس الشيء، كيجي داك الطير يهز ديك اللحيمه ولا داك الدجيجه ويطير بها. ولكن مرت سعيد ما كانت كتقول والو لراجلها من هادشي. مشات ليام وجات ليام، واحد النهار مرت سعيد كانت عيانه واحد شوي، مني جا سعيد للدار وجدوا الماكله، خدا داك الطبيسيل كالعاده وحط فيه واحد الطريف ديال اللحم وقال لمرتو هاكي دي هاد الامانه للوالده. قالت ليه مرتو انا عيانه ما قادر نخرج، ها انت هز الطبسيل وديه لامك نيت، وبالمناسبه سير طلع لامك وسول عليها. سعيد قال مع راساتو مزيان هذه فكره مزيانه مناسبه باش نمشي نشوف الوالده ديالي. غير هو خرج مع الباب وهز في يديه داك الطبيسيل فيه واحد الحيمه ويجي هذاك الطير يهز الحيمه ويهرب بها. سعيد ما فهم والو وقال اش هادشي هذا، رجع عاوتاني للدار جمع ديك الحيمه اللي كانت باقه ودارها لها في الطبيسيل وتما غادي خارج. غير هو خرج عاوتاني ويعاود يرجع هذاك الطير يهز هذيك اللحمه ويهرب بها، وبغى يرجع للدار يجيب شي حاجه ديال اللحم ما بقات حتى شي حاجه، ديك البركه ديال اللحم اللي كاينه كامله راه دارها المو في ديك الطبيسيل ولكن راه ربي الطير. سعيد ما فهم والو، مشى دا داك الطبيسيل كيف ما هو لامه، خلى عندها سلام امي، قال لها ودي رانا جايب لك الطبيسيل ديالك وراه جايب فيه اللحم وراه هطر ليا وهطر ليا. ورجعت للدار جبت لك هذاك اللحم اللي بقى، رجعت خرجت عاوتاني جا الطير كلا ليا اللحم، وراني ما فهمت حتى شي حاجه مهمتي. ولكن هو راه ما عارفش ان امه من نهار تزوج عمرها كلت اللحم ولا كلت الدجاج. قالت ليه امه انا اللي عارفه وليدي، واللي دار الدم يستاهل العقوبه، وهذا الشيء اللي طاري فيا اليوم انا عارفه سبابه شنو هو. وعودات لولدها سعيد داك الشيء اللي كانت كدير مع جده، وقالت ليه الدنيا دواره والزمان تا هو كيدور، وباش قتلتي باش تموت. الجزاء من جنس العمل، البر لا يبلى والذنب لا يفنى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ومشات حكيتي من واد الواد وبقيت انا مع الجواد. هاد القصه فيها عبره كبيره وكبيره بزاف، والفاهم يفهم. الدنيا دائما قصيره وسعداتك يا فاعل الخير، الوالدين واحد الكنز ما كيحس به غير اللي فقده،
والله تبارك وتعالى فين ما كيهضر في القرآن الكريم على العبادة ديالو، ثاني حاجة كتجي من بعد العبادة ديال الله هي طاعة الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. وكأن الله تعالى كيقول لنا راه ثاني حاجة من بعد العبادة راه هي طاعة الوالدين ولا رضا الوالدين. ولكن هاد القضية ديال العجوزة وديال العروسة ما كيتفاهموش، بحال كتقول واحد العادة، ماشي غير في العالم العربي، حتى في الدول الأوروبية نفس المشكل اللي كيكون ما بين العجوزة وما بين العروسة. ولكن هذا ما تيعنيش أن كاع العريسات وكاع العجوزات كلهم ما تيتفاهموش، كاينين بزاف العائلات اللي العروسة والعجوزة دايرين بحال الخواتات، إيوا اللي عندها شي عجوزة تهلا فيها، والعجوزة اللي عندها عروسة تهلا فيها، وتسامحوا وتصالحوا، الدنيا قصيرة وسعدات كيف فعل الخير. وهنا كنوصلوا للنهاية ديال الحكاية، كنتمنى تكون هاد الحكاية تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا منها وخديتوا منها العبرة، تهلاو ليا فراسكم، خليتكم فرحة الله، والسلام عليكم.